السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الـ14 من سلسلة 10 دقايق مع القهوة. أظن الحلقة اللي فاتت كانت سريعة وفيها شوية معلومات كده خفيفة. نعمل النهاردة أن الموضوع يبقى أقوى وأصعب، فخلينا نشوف النهاردة عمرو حضر لنا إيه ويلا بينا. اهلا وسهلا بيك يا عمرو معانا، وما زلنا بنقول لك مبروك على الفرع الجديد بتاعك. انا متحمس ان انا اشوفه ان شاء الله، لان انا عارف ان انت ذوقك في الكافيهات ما شاء الله عليه عالي قوي. تسلم. فان شاء الله يبقى في زياره كده ونعمل فلوج هناك ونشوف الدنيا اخبارها ايه. لا اكيد هننبسط يعني. الفرابتشينو يا جماعه لازم تجربوه. كان عندنا بقى على الصفحة ان شاء الله، اولا بس ان شاء الله في نسبة خصومات مناسبة الافتتاح ان شاء الله. حصري يا جماعة وحصري. طب تمام بس مش هنعلن على نسبة الخصومات دلوقتي بإذن الله، خاصة ان احنا كنا عاملين مسابقة كده الفترة اللي فاتت اللي هيكتشف مكان الفرع. ستك هم عرفوه قبل ما انت تعمل مسابقة. الفانز بتوع عمرو حسن يا جماعة ما شاء الله عليهم. الناس اتفعلت معنا بشكل بسطنا جدا يعني، خلانا مبسوطين. ربنا يكرمك. وكان لازم ننقل الكوكب الثاني مصر الجديدة. ماشي. ومدينة نصر ومدينتي يا بختك. نحاول نغطي الجزء الكبير ده، واتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس بإذن الله. بإذن الله. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا شوية معلومات صغيرة كده جميلة، والنهارده عايزين بقى ندخل في التقيل. يلا هتقول لنا ايه النهارده؟ هنتكلم بس المره اللي فاتت استعرضنا سريعا كده الاسبريسو وايه العوامل، ده عامل من ضمن العوامل، بس خلينا نستعرض تدرج الحراره اللي بيحصل للماشين. ايه تدرج الحراره اللي بيحصل للماشين؟ من ساعه ما بشغل المكنه بتقعد معايا من تلت ساعه، نص ساعه، 45 دقيقه للتسخين. دي معاناه يا جماعه ما يحسش بيها غير اللي عنده البويلر في الكبير. الماشين بتاعته. دي حقيقة. بس خليني اقول لك على حاجه، لو المكنه تخطت ال 45 دقيقه الهيتر انا عندي فيه مشكله، يبقى انا عندي مشكله في عمليه التسخين. دي اول حاجه. طيب حققت، بعرف ان هي حققت منين؟ دايما في اي مكنه في عداد ضغط وعداد تاني للستيم. عداد الضغط ده خاص بتعويض الترومب او ضغط الترومب، العداد التاني مسؤول عنه للستيم، لان المكنه وهي بارده بيبقى عداد الستيم صفر. لما بتبتدي المكنه تحقق بخار ويبتدي تحصل عملية التسخين الداخلية، بيبتدي المؤشر يرفع من 0.8 ل1.3. يعني النسبة المسموحة لرفع ضغط الستيم من 0.8 ل1.3. عشان كده في الماشينز بيبقى العداد من 1 ل1.5، ده الرينج بتاعك. 1 ل1.5. بس خليني اقولك على حاجة برضو، لو العداد وصل 1.5 او 1.6، ده مش مستحب، ده مؤشر ان درجة غليان المية الداخلي اعلى من 80-85. انت النهارده ما بتجيبش حاجه وتقيس المايه اللي جوه المكنه، طب ايه اللي بيديني مؤشر ان العداد ده او درجه حراره المايه اللي نازله عاليه؟ العداد. طب العداد ده ضغط وتعويض البخار، لو عالي يبقى انا ضغط البخار عالي، يبقى درجه الحراره اعلى من المعدل الطبيعي اللي هينزل. عشان برضه نبقى احنا اوير بالجزئيه دي، ايه الضغط التاني اللي عندي او اللي بعمل عليه او اللي بشيك عليه؟ ضغط وعداد الترومب. ضغط الترومب المثالي من 8-10 bar، ودايما اي فن صيانه بيظبط على 9 bar، عشان المؤشر ولا ينزل تحت الـ8 ولا يعلى عن الـ10. لو قل تحت الـ8 انا عندي مشكله في الاستخلاص، لو عالي فوق الـ10 انا عندي برضو مشكله في الاستخلاص. دي برضو نقطه مهمه، لان في ناس بتظن ان المكنه لما يكون الضغط بتاعها قوي 20 bar 25 bar فده حاجه كويسه. ده للاسف مش صح. في المكن المنزلي هو بيبقى قوه البامب انها توصل ل20 bar، لكن في الغالب بيبقى فيه بورده جوه بتظبط الضغط لاقل من كده. صح، دي حقيقه. تمام. دي حقيقه. وعشان كده بنخلط دايما بين الامرين، بين الضغط الخاص بالمكن المنزلي وبين الضغط الخاص بالمكن الخاص لقطاعات الهرك. الخلط ده بيسبب مشاكل كبير في، لا ده ضغط الترومبه 9 bar، لا هنا ضغط الترومبه 10 bar، لا هنا ضغط الترومبه 25-20 bar. لا، الموضوع هنا مختلف وهنا مختلف. طب هل ممكن يكون الاختلاف بسبب ان المكن المنزلي بيبقى باسكت مضغوط في حين ان المكن الاحترافي باسكت غير مضغوط؟ خليني اقول لك على حاجه برضو، قصه الباسكت المضغوط والباسكت العادي ملهمش علاقه بالضغط بتاع المكنه، لان انا ممكن استعمل في الباسكت المضغوط دراع عادي او باسكت عادي. ده احنا بنعملها كتير فعلا، ملهاش علاقه. احنا هنعرف بعد كده لما تيجي تستعمل الريشو بتاعك، انت بتظبط قهوتك كام جرام لكام ملي ميه.
وبرضو بأكد على الناس، ودي وجهة نظر شخصية، ناس تأيدني فيها ناس تعرضني فيها، القهوة ملهاش قواعد خلاص. ده حقيقي خلاص. انت لا انا خليني اقولك باللي احنا مرينا بيه كله الاول، بس عندي الحد الادنى، لكن الحد الاعلى خلاص ما بقاش في قواعد. بالاخر كده يا جماعة، انت حابب تشرب قهوتك ازاي، انت اللي بتظبط الريشو على حسب التست اللي انت حابب تطلع، وعلى حسب النوتات اللي هتطلع في كام جرام لكام ملي مية. دي جزئية بس عشان للتوضيح، عشان ما نحصلش انت لا انت صح، لا انت النقطة اللي انا قلتها غلط، لا انت الريشو ده مش عارفة لكام ملي مية، لا نرجع. لا، حتى في معدات القهوة المختصة ما تجيش تقولي النهاردة انا الريشو للفيسكيستي مثلا دي كده لا، انت هتطلع حابب قهوتك ازاي. وزي ما انت قلت لنا قبل كده ان الانواع القهوه بقى لها بروفايل، بقى لها بروفايل، فانت البروفايل ده ممكن يكون 1 ل 10، 1 ل 12، 1 ل 15، 1 ل 20 على حسب بروفايل القهوه. وانت هتطلع نوتاتك ازاي من القهوه، اوكي، والاروما اللي انت محتاجها من القهوه ايه. ده بالنسبه للجزء الخاص بالضغط او تعويض المكنه، وان هي تكون جاهزه للتشغيل. يبقى انا عندي ضغط الترومبه من 8 ل 10 بار، بنظبط على 9 عشان نضمن المؤشر اثناء عمليه التشغيل ولا يقل تحت ال 8 ولا يزيد عن ال 10. ضغط الستيم من 0.8 ل 1.3، لما بيوصل ل 1.5 مش مستحب، المكنه سخنت وعوضت. تعال نشوف درجه حراره الميه اللي جوه الغلايه عشان هيحصل معانا تدرج في درجات الحراره. درجه حراره الميه اللي الداخليه بتوصل ل 110 120 130. في المكن الكبير او قطاعات الهوريكا بيبقى التسخين جوه تسخين بالتتابع، في مواسير بتتسخن بنسميها احنا في مجالنا تسخين بالتتابع، بتنزل من الهاند جروب او من الشاور جروب، بتنزل من 88 93 حد اقصى 95 كدرجة حرارة. ما تقدرش تنزل اكتر من كده، لان لو نزلت اكتر من كده انت عندك مشكلة في الاستخلاص هيقابلك. يبقى انا الحد الادنى والحد الاعلى 88 93 حد اقصى 95. ولو انت هتلاحظ دايما في بروفايل معدات القهوه المختصه ما بيعلاش عن 92 اصلا، طب. هو عارف ان درجات الحراره لما بتعلى بتاثر على استخلاص والاروما والنوتات اللي موجوده في القهوه بشكل كبير. طيب، حطينا القهوه وعملنا تامبنج، ولما بنيجي بناخد الاستخلاص بيحصل برضو انحدار تاني في درجات الحراره. من ايه؟ من الميه اللي نازله على القهوه. اوكي تمام. بس عندي مشكله بتخش دايما على الباريستات اوقات في بعض الكافيهات، بتلاقي الهندات كده غلط. لازم الهند راكب نضيف جوه الجروب، يعني عشان يبقى طيب. الحراره محتفظه عشان يحتفظ بدرجه الحراره بتاعه الهند. أوكي. لان هرجع اقول لك برده تاني، لو الهند بارد هو خد من درجة حرارة المية ونزل سحب منها وأثر على درجة حرارة المية اللي نازلة على القهوة. تمام فهمتك. فبقت برضو عندك مشكلة تانية. طيب، الهند راكب واخد درجة حرارة الجروب، درجات الحرارة كلها مثالية، القهوة أو الإسبريسو لما بينزل من الهند جروب بيبقى 80-85، بيتحط في درجة حرارة الكب 40-45، يتقدم للعميل 70 على الكاونتر. اوكي، وده درجة مثالية للشرب. وده الدرجة المثالية، ودي نفس الدرجة اللي هتقابلها في الدرجة المثالية للفوم. اوكي، ده احنا لسه لتفويم اللبن. ده دي قصة تانية. ليه بقى؟ 70-70، ولا ده اكتسب من ده ولا ده خد من ده. فدرجات الحرارة النهاردة كلها مثالية بشكل كبير وبشكل واحد. هنا أنت خدت أوردرك بشكل مثالي. فنرجع نقول تاني وتأكيدا، ده الانحدار اللي بيحصل لدرجات الحرارة الغلاية 110-120-130، من الشاور جروب بينزل من 88-93 حد اقصى 95، بينزل الاسبريسو من النزل بتاع الهند 80-85 في درجه حراره كب 40-45، يتقدم للعميل 70 على الكاونتر. تشاينا وير بقى في بيبر كب ال 2-1. اوكي، وده يمكن اللي نظره في المكن المنزلي، لان طبعا زي ما احنا عارفين اغلب اللي بيتفرجوا علينا معاهم مكن منزلي، ان هو المكن نفسه بيبقى مبرمج على ضغط معين ودرجه حراره معينه، فحضرتك بيبقى مطلوب منك انك تظبط الحاجتين التانيين، انك تسخن البورتو فلتر نفسه وتسخن الكب بتاعك بحيث يبقى كله متجانس مع بعض. صح. أوكي. لان اغلبيه اللي بيستعمل المكن المنزلي ما بيسخنش الهند، ما بينظفش مكان الشاور جروب قبل الاستعمال. دي نقطه برضو مهمه، او قبل التشغيل. لان الطبيعي ان احنا بيبقى عندنا فرشه موجوده عشان انظف فيها
قبل التشغيل او قبل استخلاص الاوردر بتاعي جوه الباسكت. بجانب طبعا نقطة انك قبل ما تاخد الشوت لازم تنزل شوية مية سخنين عشان المية اللي كانت جوه دي باردة نوعا ما، فانت عايز تجيب المية السخنة اللي جوه في البول. دي حقيقة. طيب بالنسبة برضو للجزئية اللي قالها محمد، اوقات كتير بيقابلوا الباريستات مشكلة كبيرة جدا، اوقات ما بيبقاش عنده تشغيل وبيفضل درجة حرارة الجروب من غير تشغيل. طبيعي المكنة شغالة فيها سخنية، وارد درجة حرارة الجروب تعلى اكتر من المعدل الطبيعي اللي نازل عليها المية، فنزول المية بدرجة حرارة المطلوبة بتعمل ايه؟ بتخف من حدة درجة حرارة الجروب. اوكي. فانت بتعمل تعادل لدرجات الحرارة قبل ما تركب الهاند على الجروب. فهمت. دي برضو مشكلة، لكن تشغيل على طول بتخلع الهاند، تحط القهوة، بتعمل تامينج، تيجي تركب الجروب درجة حرارته عالية، حرق لك القهوة. يبقى احنا كده السيكونس واضحة يا جماعة، انك انت لما تيجي تشغل المكنة بتاعتك بتركب البورت فلتر، تاخد شوية مية الاول حلوين كده عشان تظبط الحرارة، تنظف البورت فلتر كويس، تحط القهوة بتاعتك، وفي نفس الوقت تكون مسخن الكوباية وتاخد الشوت بتاعك مظبوط. بالظبط. اوكي. انا طبعا عارف ان احنا الحلقة بتعدي كده وانتوا نفسكم نكمل، ولكن احنا ملزمين بالعشر دقايق زي ما قلنا، فاحنا كده اظن وقفنا، خلصنا لحد كده النهاردة ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة، انتظرونا في الاحسن والاحسن كل مرة، وما تنسوش الاشتراك طبعا في صفحة عمرو حسن موجودة تحت في الفيديو، والاشتراك في القناة عندي، والاشتراك في صفحة الفيس وفي تيك توك وفي كل حتة، ونشوفكم على خير في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.